ديال السي محمد سويل. سان سويل سي سان جوار انترناسيونال كنت نعرفو، ولد دربنا ولد بورغون، فرحانين ليه لان دار التكريم هذا، بادره مزيانه، لاعب في المستوى، مدرب في المستوى. انا كنقول بيان سور شوف الاصدقاء اليوم اللي جاوك هم يمكن ليكيب ناسيونال، الدراري ديال الوداد والرجاء، بادره فرونشمون كبيره، لان ما كنديروش بزاف ديال التكريم للاعبين. نتمنى من الله هذه انطلاقه، والحمد لله كنا فرحانين اليوم، ولينا فخير انا وشو لونترينور مع فخير هنايا، فرحان. اون بليس كنشوف الدراري اللي دوزوا الكره والكويريه، الحمد لله. فوالا سي اون بعدا، انا بالنسبه ليا هذا الشيء خصو يتكرر صراحه، لان تنسينا بعض اللاعبين اللي خصهم يكون عندهم تكريم وما نساوهمش. اليوم ما نسيناش سهيل، واستاهله، لان سي لاعب قلت لك اللي في المستوى والاخلاق في المستوى. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. ام دي جي اس، نربحوا الرياضه.